أنا حاتم منصور عبد الله المذكور الخالدي، طبعا متقاعد، كنت شغال في وزارة العدل 44 سنة، تقاعدت تقريبا من سنتين، وعندي الشغل اللي هو الحج والعمرة. حملة حاتم الحج والعمرة تقريبا تعتبر الوقت الحالي أقدم الحملات الموجودة في قطر. صار لنا الحين 34 سنة ما شاء الله وإحنا شغالين في خدمة الحجاج والمعتمرين. الحملة تأسست في سنة 1989، كان أول سنة هذه، والأصل كان الأول سنة هذه يعطوك 100 شخص ولازم توديهم بر نظام المتبع سابقا. بالنسبة حق حملة حاتم، طبعا كان الوضع اختلف معها، فكان معها حوالي 250 حاج وقتها، يعني زيادة على هذا، وكان راحت بالجو ما راحت البر صراحة. يعني كل الحملات السابقة كان لازم يدار أول سنة يكون تدريب بالبر، نعم، بس حملة حاتم الحمد لله بدأت بالجو من سنة 89 إلى 2003 أظن تقريبا، نعم 2023، كملنا الحين 34 سنة والحمد لله. مهمة الحملة هنا التسجيل، انه والله الاخ هيثم او الاخ هذا الشباب بيروحون، لازم احنا نسجل لهم، اللي يحتاج حق تأشيرة نطلع له تأشيرة، نقول له والله سكنك وين، حتروح بر بالاوتوبيس او حتروح عن طريق الجو، ماشي، حيكون لك سكنك في المدينة الفندق الفلاني في مكة الفندق الفلاني، وحسب الخدمات الإضافية اللي هو يطلبها، وبعدين حنقول المبلغ كذا والله. وعموما الحمد لله يعني لا زالت يعني اسعارنا ما اقول لك اقل من البقيه، لكن يعني مقبول للجميع. هذا السؤال ينقسم الى جزئين. نعم. الجزء الأول، هنا طبعا في هنا الموظفين الدائمين، يعني طول السنة في الحملة موجودين شغالين، وهذول وهم هذول اللي يسجلون حق العمرة ويسجلون حق الحج. في مجموعة اللي تقريبا أكبر من اللي هنا بخمس مرات، يعني شكل ما تقول إذا كان هنا خمسة ممكن هناك تقول 35-40، اللي هو في خدمة الحجاج في الديار المقدسة. ما تعرف هناك شغل، يعني ما حملة لما يكون معها 400 أو 300 أو 500 مثلا تحتاج إلى كادر. صحيح. وإحنا صراحة عادة نختار يعني الكوادر اللي نعرفهم، يعني شباب وكبار في السن بعضهم، ومع ذلك صراحة بعض الأحيان يوفق وبعض الأحيان شوي شكل ما تقول يعني فيها فوات هناك. فالإداريين اللي هنا موجودين طول السنة، الشباب اللي شفتهم في المكتب، هذول هم اللي يجهزون حق التسجيل حق العمرة أيام الحج. طبعا الحج أيام محدودة، يعني مش صغيرة، لكن بقية السنة حق العمرة، والحمد لله احنا عند العمرة السنة هذه بفضل الله عز وجل شغالة صراحة، الحمد لله، سواء بر أو جو، وأعداد كبيرة جينا الحمد لله. الشوق إلى البقاع الطاهرة والحنين يسوق النفوس إلى البلد الأمين، فوالله ما اشتقنا وحنينا الشوق إلى أرض الرحمات. حملة حاتم للحج والعمرة شركة رائدة في مجال الحج والعمرة، منذ أكثر من 30 عاما توفر خدمات الحج والعمرة للمواطنين والوافدين في دولة قطر تحت إشراف ورعاية كاملة من خلال ممثلين في مكة والمدينة، وذلك على مدار الساعة أثناء الرحلة، ونوفر جميع أنواع الحجوزات، فنادق اقتصادية، فنادق 4 نجوم، فنادق 5 نجوم، خدمات في آي باي حسب الطلب. احنا كحملة حاتم هذه العام، الاعوام الماضية كنا نسكن بعيدين الارحام، نسكن في منطقة العزيزية اللي هو تقريبا 5-6 كيلو عن الحرم. السنة هذه يعني بحظكم ان جيتوا السنة هذه، احنا مأجرين
الفندق اللي مجرين احنا الحجاج يصلون مع الحرم المكي مع امام الحرم، لانه الفندق يطل على الحرم وفي مصلى، ممكن اللي ساكنين في الفندق هذا يصلون مع الحرم. وبعدين حتى ما يبعد عن الحرم يمكن 80 متر او شيء، يعني يصلي نعم يعني يطلع من الباب الحرم من باب الفندق ويصلي مع المجموعه نعم. فهذه من صراحه الميزات، وهاي من كذا سنه احنا يمكن صار لنا اكثر من 25 سنه ما كنا بعيدين عن الحرم، فالحين رجعنا وان شاء الله في فندق حياه ريجنسي معروف، هو فندق عالمي يعني، وبعدين مع المطعم طبعا مع الوجبات الثلاث. طبعًا لو تجي أنت حق الحملة، في عندنا كذا إداريين كانوا يعني توفوا الله يرحمهم كبار في السن، وكانوا معانا ماسكين، واللي سافر منهم في موجودين حاليًا يعني بعض الإداريين، الأخ علي الهيل، الأخوي محمد، أخوي علي، جاسم الحردان، إبراهيم جابر حملة الأقصى، جاسم الحردان حملة التوبة، وكثير من الأخ نبيل، وكثير من الشباب، أحمد المفتاح، هذول كلهم كانوا معانا، في بعضهم لازال معانا، بعضهم كنا أقول لك انفرد بحمل بنفسه، وبعضهم ترك، وبعضهم الله يرحمهم يعني. هم قصين والله إحنا أمورنا متيسرة جدا، وإحنا ندعو لهم دائما الخير. مش كأنا كصاحب حملة حاج، لكن حتى الأنشطة الأخرى الاقتصادية أو المواصلات أو شيء، هذا الشيء. وإحنا أيضا في هنا نشكر دولة قطر، ونشكر وزارة الأوقاف متمثلة في إيش بعثة الحج طبعا اللي معاهم. أيضا لا ننسى هنا نشكر عن جهود إخواننا في المملكة العربية السعودية على جهودهم الطيبة ومساعدتهم، وصراحة يعني ما حسينا بأي شيء أو أي مثلا مضايقات ولا شيء، والأمور كانت طيبة جدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ونشكركم على كل حال على هاللقاء يعني. واحنا بنشكرك رجل أعمال الأستاذ حاتم الحادي على اللقاء. الله يجزيك. وأيضا نقدم لك جميل الشكر والعرفان. الله يجزاك خير. للاستقبال الجميل. لا والله والله نشكرك. ولدعمك برنامج كفاءة قطرية كلنا تميم، وإن شاء الله إنا مقابلات ثانية إن شاء الله. إن شاء الله بنكون إن شاء الله اللقاء الجاي بالسعودية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. حياكم الله.